خالد السيد ممثل لبناني، ما رح منقول من كم سنة، مسيرة فنية كتير فعلا ضخمة بين التلفزيون والسينما والمسرح والإذاعة والصوت. في شي جنزر منهم يعني؟ لا لا ما منقول، نحن ما بنعلق هيك مواضيع. على كل حال العمر هو بالخبرة. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أدوار كتيرة وصوتك هالصوت يلي انشهرت فيه فعلا حتى عبر أثير الراديو والإذاعات، يعني علامة فارقة. الحمد لله كتر خير الله، يعني اللي الله وهبنا هالصوت، إذا وقفنا عن التمثيل نتمثل بالصوت. هلا هو صوتك شوي بخوف على كل حال. أدوارك إجمالا مش كل الأوقات، نحن عم نشوفه دايما دور الشخص القاسي. كتير في عندك أدوار الشخص اللي منحطها بين مزدوجين الأزعار، يعني نعمة كريمة يعني حدا بيصح له يتزعرم بهيك ظرف، بهيك ظرف وفرصة بيقول لا. قديه هالأدوار بتشبهك؟ خمني. أنا بدي حذرك. أنا بقول كتير. وإذا بدك أعطيني ساعيني بصديق. أنا بقول إنه إلا ما يكون في هيك شيء من شخصيتك بيشبه. يعني في شيء مرق هيك بحياتي، بس إنه رسخوه علي المخرجين والمنتجين، فطورت أنا، وإذا بدك تقولي طورتها وخليت الناس يحبوها. يعني خليت الناس يحبوا الزعرني بشخصيتي، فما مش مشكلة. هل هو سيف ذو حدين؟ بس هو بردون زعرني على أدمن، يعني مش زعرني بتصير مش مؤذي. أوكي حسب الدور، يعني مش كله نفس الشيء. بس هل هو سيف ذو حدين أنه يكون دور عم بينعاد عن ممثل، أو هو شغلة جيدة لحتى تصير مطبوعة مع شخصيته؟ لا هو يعني انه يعني انا بتمنى انه اطلع من هالشخصيه، مش اطلع منها كليا، يعني بتمنى انه يشوفني المشاهد بشخصيه غير المافيا والازهار لحتى يشوف انه برضو عندي امكانيه اداء. لو بالنهايه انا ممثل فنان بدي اعطي كل الادوار، بس ظاهر المنتجين والمخرجين ما عم بيلاقوا غيري يقدر يقوم بهالادوار، فقلنا يا صبي استمر امشي هيك بدون. طيب هيك بنمشي بهالادوار. اخر شيء بدي ازار على العيون. في دور هيك حسيته عمل فرق؟ في دور حسيت انه عن جد طلعت من هالشخصيه هاي بحياتك؟ هلا مرق لي كذا مسلسل مختلف كليا عن شخصيه المافيا وال ايه، بالعكس الناس علق براس الناس، ويعني بكيت الناس على الشاشه. مثل انه مثلا مثل ورود ممزقه، مثل الطياره الاثيوبيه، كذا مسلسل انه بكيت الناس على الشاشه، بكيتها واقنعتها انه في اعطي الادوار الادمي اذا بدك. اليوم عم نشوفك بدور غازي شيخ الجبال يلي بعده مستمر بثالث موسم للهيبة، اليوم بالهيبة الحصاد، وبعدك بذات المكان، يعني ما كان في كتير تغيرات بحياتك كهالشخصية هاي كغازي. شو برأيك ساهم بنجاح هيدا الدور؟ هلا لأنه هو جوات السجن عم بحرك بقلب الهيبة، يعني هاي مميزة، يعني انه من جوا وقاعد عم بحرك، انه لهالسبب. هلا انا بيني وبينك قاعد بالسجن مرتاح، يعني ما اكل شارب نايم، ما عندي مشكله، بس هلا انفراده بلشت تتعصب. اي مثلا يعني ركبت هالشخصيه انه من جوات الحبس قاعد عم بشغل بالهيبه وبيت خيو ومرت خيو وهذا، فرق يعني الناس علقت براسها. لا 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 وبعده شو اسمه بخوف بالهيبة، ايه يعني غازي شيخ الجبل شو بيكي؟ ايه ليش ما بيخوف؟ بشو بخوف؟ لا ما بده يخوف. وعلى كل حال يعني هون قدرت الممثل الحمد لله، انه مزروب بين اربع حيطان ولكن عم تعطي كل هالتأثير على المشاهد. ايه ما هيدي بدك، يعني هون جمالية الدور الشخصية انك تقدري تقنع المشاهد انه والله مزبوط اللي عم يعمله، يعني شو عم بيصير، يعني بيمشي بالشارع شو غازي شيخ الجبل شو بدي يا اخي، خلص طلعت من الحبس هلا انا بيناتكم، يعني هلا اتركوني. بس بتقتنع الناس انه انا فايت بالشخصيه على الاخر. انا كمان كنت عم بسالك شو رح يصير وشو هيك ما طلع منك ولا كلمه ولا حرف.
خلينا نشوف مشهد. خلينا نطلع من السجن أول ما. ما فينا هلا نشوف مشهد بالسجن لغازي الشيخ الجمال بالهيبي. حدا مزعوج منك ولا حدا مشتكي عليك. طيب فسري. بس ما ترجع تقول لي بعدين بتعرف. هيدي أسرار أمنية. بس إذا مصر رح كمشك راس الخيط. بس من دون شوشرة. أنا وعدتك. ما بدي إلا ريح راسي بس. في ناس فاتوا على السجن من فترة وهيدول عايزينك بالاسم. هيك وصلتنا المعلومات وإن شاء الله تطلع غلط. نيس مثل ماي. ما أنا بعرف حجار هالسجن حجرة حجرة. ناس بتعرفك وما بتعرفها. تاريخك زفت وأعدائك كتار. كرمال هيك شفنا نعزلك هالفترة خوفا على سلامتك. انت ردوني مطرح ما كنت. واللي بيقرب صوبي رح تقول له زرعوم. شفت ليش انت هون؟ مشاكل مش لصالحك يا غازي. اهدى وروق وكلها كم سنة ممكن تطلع بحسن سيري وسلوك. أما إذا رح تضلك حاط الشر بين عيونك رح تقضي كل عمرك هون وتندفن بحبسك. يعني ما رح تقولي من مين خايف علي؟ مش ضروري. المهم هلأ رح تقعد هون هالفترة أأمن إلك ولغيرك. وتذكر المشاكل مش لصالحك يا غازي. فياريت تهدى وتتعاون معنا ونحن موجودين لحمايتك. عايزينك فوق سيدنا. خلينا نعرف شوي شو الفرق بين هالموسم من الهيبة، الهيبة الحصاد والمواسم يلي سبقت، وشو التغيرات الجذرية يلي لقيتها إن كان من ناحية يمكن الشخصيات أو الإخراج أو الإنتاج أو تسلسل الأحداث حتى، يعني رح بيكون في تغير جذري؟ هو يعني تسلسل الأحداث بكل جزء بتلاقي دائما في شخصيات بتخلق جديد بتتطور جديد. وفي اماكن يعني اللوكيشنات ما كان حدا متوقع بتلاقيها خلقت يعني بتناسب النص والحوار. فدائما في حدث مفاجئ بالهيبي انه خاصه الجزء هذا الجزء الاولاني اللي مرق كان بلاي باك يعني فلاش باك. فهلا بده يكون في يعني في شخصيات اضافيه لحتى تفاجئ الناس. هلا بتصير تسالي انه طيب هذا شو جاي يعمل هون؟ ليه ركب هون؟ بدك تعرفي شو في تغيير كمان صح وفي تغيير بالشخصيات يعني عم لك بدك تعرفي شو في براس الكاتب والمخرج. فهيدي يعني شغله بتقلق المشاهد بصير يتساءل طب شو ليه شو يعني ليه تغيرت والدته اليوم لجبل لين شخصيه او نفسيه خيو تغيرت من بعد ما بطل يشوف يعني في مشهد لما بده يظهر صخر عرفتي كيف انه ما بتتحرك انه بما معناه يعني بتحسي انه ما اهتمت هالقد صح واساها يعني الاساوي زادت كثير هون مفاجآت بهالشخصيات. غازي ضعف شوي لما صار بالحبس الانفرادي هلا ان شاء الله ضعيف؟ لا ما كمل ما بضعف انا بالحبس ما بضعف البطل. انا بالحبس بالحبس نيفر بالحبس وقويين كيف ما اذا طلعت يا لطيف. اليوم في ممثلين صاعدين في اشخاص عم بيكونوا عم بيتغيروا كمان ممثلين بين صحيح. موسم وموسم هل هالشيء بتلاقيه ايجابي او هالشيء بيتعب الادوار الرئيسيه؟ لا بالعكس بالعكس اي شخصيه جديده بتساند الادوار الرئيسيه ما بتتعبها يعني بتفرش لها لحتى لي تعمل مواقف احسن مواقف اكثر وتصير في مبرر لمواقفها اللي خاصه مع الشخصيات الجديده ومعه هو كشخص ماشي بالهيبه بصير عنده مبرر انه يعطي شيء جديد مختلف عن اللي مرق في اضافه يعني ايه طبعا 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 في اضافات كثير ايه. عبدو شاهين بيلعب دور ابنك ابني. من اول موسم وهي يعني قلنا ابنك ودغري وجعك قلبك ابني ايه ولا شو بعمل شو يعني شو بتلاقي كمان باضافه من اضافه
بممثل مثل عبده شاهين اللي نعرف كثير من خلال الهيبة، علما انه طبعا في عنده خبرته وفي عنده مسيرته. ايه طبعا أولي عبده يعني هو ما في كثير بتلاقيهم مغبونين بالوسط الفني. عبده من اللي عمله ماستر بالجامعة اللبنانية ومن اللي بيعلموا التمثيل، فبتلاقي الفرصة للفنان مخبية وراء أشي صغيري. فالحمد لله أنا عبده صديقي وحبيبي و اشتوى الفرصة وبرز كتير، كتير برز. في كتير ناس لألو. في كتير ناس اجاهم فرصة ما قدروا استغلوها، بس الحمد لله عبده اجته الفرصة واستغلها ولعبها صح. نعم. وأداها صح. وشو دور المخرج بإبراز موهبة؟ هلا طبعا يعني اليوم عم نحكي عن المخرج سامر البرقاوي، نوجه له كمان تحية كتير كبيرة لأنه عم يعطي كمان كل ممثل وكل دور حقه. ما هو دور المخرج التوجيه، إنه بيقلك أنت شخصيتك كذا كذا كذا، بوجهك لوين بدك تروحي وكيف بدك تبلشي. نعم. ما هو ربان السفينة، يعني دور المخرج هو توجيه الممثل ليعرف شخصيته وين رايحة وين جاي، يعني وين كان وكيف بده يروح ولوين بده يجي. هلا هذا دور المخرج، هو القيادي. نعم. حتى لليوم خالد سيد بعدك بتسمع راي المخرج وبتاخذ بتوجيهاته ايضا؟ طبعا طبعا مع طبعاً كل الخبره طبعاً اللي عندك طبعا إيها؟ قد ما كان عندي خبره، قد ما كان الواحد عنده خبره بضل ناقصه شيء، لانه الزمن تطور. نحن يعني جميعا هاي حاجه مش بس تواضع. لا 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 لا, لا بالعكس بالعكس للحاجه، لانه انا بكون شايفها من منظاري، المخرج شايفها من منظار تاني، بيعطيني ملاحظة يمكن اتناقش أنا وياه. كيف الخبرة يعني مع المخرج سامر البرقاوي؟ لا الحمد لله كله تمام منيحة. ايه لا يعني سامر حطني بالحبس وما عاد طلعني، كتر خيره. اليوم يعني بشهر رمضان المبارك في عجقة مسلسلات، صحيح؟ برأيك هالمسلسلات عم تاخد كلها حقها أو بتحس أنه في مسلسلات تنغبن مقابل غيرها؟ لا في مسلسلات تنغبن لانه في هجم كبير، يعني هجمي مثل ما تلاقي مول مسلسلات، ففي مسلسلات عم تنغبن هلا بعد رمضان المبارك ممكن يعني بصير يتوضح كل مسلسل وين صفوا شو هدفه شو شخصيته والنص واذا حلو ولا لا حلو. هلا في كتير مسلسلات عم تنغبن، بس شو رأيك بهالنقل النوعية للمسلسلات؟ يعني من كم سنة لورا، كم سنة قليل لورا كان في بعض تحسر على المسلسلات اللبنانية وصناعة المسلسلات، اليوم في نقل نوعية كتير كبيرة، شو رأيك بهالنقل؟ ايه هلا يعني مرغوب أول شيء، لأنه أول شيء في كتاب في مخرجين وفي هالتآلف اللي عم بيصير بين اللبناني والسوري. فهذا يعني حبوا العالم العربي، صار يحب يشوف شو عم بيصير وكيف التآلف حتى اللي زبط مع هالكتاب والمخرجين والمنتجين بنفس الوقت، وهي مجازفة كبيرة يعني، بس الحمد لله نجحت، الناس حبتها والناس عم بتتابعها. ونحن كمان رح نتابع هلأ مشهد، شو رأيك؟ متابع شو في ورانا. بدك تروق غصب عنك، وإذا ما بتقدر نحن بنعرف كيف نهديك. ابن اللي قتل، ابن اللي قتل وغريمه فلتين، كيف بدك ياني روق تركوني؟ كل هيدا ما بيفيدك يا غازي، وإذا رح تتهور رح تقضي كل حياتك هون وما رح تقدر تقرا له الفاتحة على قبره حتى. اسمع مني، كل هيدا ما بيفيدك، أنت رجال قوي وحامل قصص أكبر من هيك. هذا شهين يا سيدنا، هذا شهين، شهين الله يرحمه. وهلا شد حيلك واثبت لهم انك متوازن، على الاقل بصير فينا نردك مطرح ما كنت. اتركوه. شو رأيك؟
رأيي أنه عرفنا شو رح يصير شوي الليلة من هالمشهد هيدا، لأنه بدنا نشوف شو بده يصير كمان بشاهين. يعني كلنا ناطرين لنعرف أي متى بتكون تعرف، خصوصي من بعد ما الممثل الكبير ختام اللحامي اللي بدي وجه له تحية بندبته طبعاً بمشهد الرثاء يلي شفناه من يومين. شو بتقلها لختام اللحامي اللي عم تلعب دور زوجتك؟ يعني بقول لها الله يعطيها العافية، لأنه ختام من الفنانات اللي بيتعبوا على دورهم وبيشتغلوا على دورهم وبيحسوا بالدور، يعني بتحس بكل كلمة بتقولها ختام، وإلا ما بتوجع المشاهد هالقد. فالله يعطيها العافية والقوة يعني. بس ما بقى تجي دور مرتي ليه؟ إنه يعني ضلت تندب الصبي. طب فيها تكون مرتك بس فرحانة كمان. ايه مثلا ان شاء الله. انا بدي اوجه لها تحية وبدي اقول لها ما بدنا نشوفك بدور تبكينا هالقد، لانه كلنا بكينا بهالمشهد هيدا. اسامي كبيرة مثل ختام اللحام، جوزيف بونصار وغيرهم يلي موجودين حاليا بمسلسل الهيبة، قدي بيكونوا هن من اسس نجاح المسلسل برأيك ومثل حضرتك؟ طبعا هلا طبعا يعني بضيفه نجاح ورونق وبهجة على المسلسل، وبي يعني بيعطوه كمان، بيضيفوا وزن جميل على المسلسل بهالشخصيات، لأنه شخصيات مش قليلة، يعني شخصيات مخضرمة فاتت على المسلسل، فبتعطيه وزن للمسلسل أكتر. بس هي من الأسس برأيك؟ يعني اليوم لو كان في غير ممثلين بكل الأدوار الرئيسية بالهيبة كان أخذ هالضجة هيدي؟ هلا ما ضروري احيانا انه يكون في ممثل معروف، بس انه المهم يكون في ممثل شاطر ليوصل الشخصيه اللي اخذها لا تعلق براس الناس وتحبه الناس. يعني عبدو شاهين قدر وصل، ما كان معروف كتير يعني، بس قدر وصل الرساله لانه قرن صح، عرف وين طريقه وعرف يأديه، فهي فرصه اجته ووصل. يعني أي ممثل كان مخضرم ولا غير مخضرم، يمكن المخضرم يسقط، صح. فالممثل الشاطر بيعلق براس المشاهد شو ما كان يكون. خلينا نحكي شوي عن اللهجة. أي؟ لهجة الهيبة كيف تعلمتوها؟ من وين تعلمتوها؟ وقدي سهلة إنه نتعلم لغة هيك، هاللغة البيضة يمكن بيقولولها. إيه أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة مع اللكنات يعني، أنا بس في متابع للهجة اللي عم نحكيها، معنا متابع للنص واللهجة واللكنة دايما بلقنا، يعني بيقلنا إنه هاي هون هيك هاي هون هيك، فهذا كمان ساعد كتير. هي لهجة منطقة ما؟ هي ما هي لهجة البقاع 100% أخذتوها مثل ما هي؟ إنه بقاع، إيه لهجة البقاع. ففي شاب من البقاع بيقعد بتبع لنا الحوار لقلنا هاي شو هون وهو هون شو هاي، عرفتي كيف؟ بس شغلة منا سهلة يعني، أوقات يمكن ما بيفلت منكم كلام ما بيكون بيشبه، أحياناً بلا وبتضطروا تعيدوا؟ ايه بنعيد. عندك مشكل بإعادة المشهد؟ أبداً خالد أبداً. بتعيد عادة لأنه أنت؟ لأنه بعيد، ايه بعيد، لأنه بحس حالي يمكن كمان أعيده أحسن. ايه اليوم من بعد رمضان شو في عند تحضير لخالد سيد؟ هلا عنا ان شاء الله مسلسلين، في مسلسل موجة غضب وفي مسلسل اسمه رصيف الغربة باذن الله. لنشوف شو بده يصير. ما بتخاف انه يكونوا اقل من نجاح هالمسلسل اليوم يلي انت موجود فيه؟ ما بتصور لأنه هيدا يعني نصه مختلف كلياً عن الآخرين يعني. بس على شو بتعتمد كمعايير للنجاح المسلسل؟ هلا بعتمد على قراءتي للنص، إنتاج إخراج ممثلين، قراءتي للنص ومين المنتج ومين المخرج طبعاً، وهذه كتير مهمة. بس إنه قراءة النص بس تقري وتشوفي هدفه بتحسي إنه بيوصل، ايه بيوصل بكل بيت.
بدي اقول لك شكرا لوجودك معنا خالد. سيد رمضان كريم لك، وكثير حلو انه عم نشوفك بالنهار وعم رح نشوفك عشيه كمان. لحظة، شو هالقد بس؟ هالقد بس شو بدي اعمل بعدين؟ ما انا رايح اتغدى انا وياك. شو بدي خي يلا سكروا. شكرا لك خالد سيد، متابع الهيبه الحصاد الليله وكل ليله على الساعه 8:30 المساء عبر شاشه الام تي في. وهيك بننهي حلقتنا لليوم. بدي ادعيكم ايضا اليوم بعد الظهر على الساعه 4 بمسيره درب السما لكل اللي حابين ينضموا، وبكره اكيد بحلقه خاصه مع ووك وذ الينبوع مباشره من جوني. خليكم على الموعد. باي باي.